خلصنا كده منشئين او يعني كذا نوع من انواع المنشئات، لان اللي قلناه اول محاضره يتطبق على الكاميرات ويتطبق على الفريمز. خدنا في المحاضره ديت الارشز وعرفنا ان هي تماما زيها زي الفريمز ما عدا الجزء الجديد اللي هو بتاع تاثير الارش، اللي هي تاثير القوه الافقيه اللي عبرت الارش. معادنا دلوقتي على كيفيه حساب الازاحات في الشبكيات او التراسز. الشبكيات احنا بتمشي بنفس الطريقة بتاعة الفريمز، ولكن الاختلاف الوحيد هو ان الفريمز فيها مومنتس، بنعمل تكامل مومنتس. الشبكيات زي ما حضرتك عارف لا يوجد بها مومنت، يحتوي على نورمال فورس بس، فبيتحول التكامل الى سميشن نورمال مع نورمال. خطوات الحل بتتم كالآتي: اول خطوة بحسب جميع القوى في جميع اضلاع التراس، تمام، جميع القوى في جميع الاضلاع نتيجة الأحمال الأوريجينال اللي بتأثر على التراس، بنسمي هذه الأحمال إن نوت. وعشان تجيب جميع القوة في جميع الأعضاء عندك طريقتين: الطريقة الأولى طريقة اتزان الوصلات، الطريقة الثانية طريقة اتزان القطاعات، لو حضرتك فاكر بتوع الترم الأول. عشان كده قلنا لازم تبقى راجل بروفيشنال من شغل استراكشر 1 بتاع الترم الأول. طبعا عشان تحصل على كل القوة في كل الأضلاع أسهل واحدة فيهم الوصلات، هي تكتب لك جنبها المفضل. القطاعات بتجيب لك ضلع، الوصلات بتقعد تنقل من وصلة لوصلة تحل لك الفريم بسرعة. الخطوة التانية ان انا باجي احذف جميع الاحمال واحط حمل من عندي مقداره الوحدة، حمل افتراضي، تمام، عند الحركة المطلوبة، وبعدين تاني احسب جميع القوة مرة كمان، تمام، في جميع اضلاع التراس نتيجة وحدة الحمل وبنسميها N1. بعد كده الخطوة الثالثة بحسب الحركة دلتا من المعادلة اللي حضرتك فاكرها معايا دي واعطيناها في أول محاضرة فيرتشوال وورك، إن الدلتا هتساوي سميشن قيمة N نوت لكل ضلع. الكلام ده بيتطبق لكل ضلع من كيس نوت أضربه في أخوه القوة اللي فيه في كيس 1 في طول الضلع على الـ EA. طيب ملحوظة، الحل ده عشان يتعمل لجميع الأضلاع أقل حاجة عندك 10 أضلاع مثلا في تراس ولا حاجة، فالموضوع هيبقى مرهق لو عملته حسابيا على إيدك. فبنحب ننظم الشغل في صيغة جدول كالآتي: نقعد نرص الممبرز، الممبرز بتاعة التراس نقديها بنديها أسماء، وغالبا هتجيلك الأسماء في الامتحان معطاة لحضرتك. ويفضل أول حاجة ترص الأضلاع الأفقية، وممكن تقسمها أضلاع أفقية السفلية اللي هي اللور كورد ممبرز، وبعدين الأبر كورد ممبرز، وبعدين الفيرتيكال ممبرز، وبعدين الدياجونال ممبرز، تمام. أنت ممكن ترصهم كده بنظام عشان ما تنساش حاجة، لأنك لو نسيت ضلع دي فيها مشكلة كبيرة جدا. تاني عمود هو طول كل ضلع، تالت عمود هو الأريا بتاعت كل ضلع، بعد كده رابع عمود نسبة الـ L على الـ Area. يبقى أنت جهزت لي في حساب الدلتا الحتة دي L على الـ Area. بعد كده تحط قيمة الـ N نوت لكل ضلع بإشارتها، بإشارتها. بعد كده لكل حركة مطلوبة بتعمل عمودين: العمود الأولاني ترص N1 بتاعت الضلع لكل الأضلاع طبعا، العمود الأخير بتضرب الثلاث عمدان اللي فاتوا ببعض، الـ L على الـ Area في N نوت في N1 يدي لك ان نوت ان 1 ال على الاريا. في الاخر خالص تاخد الرقم اللي طلع لك اللي هو السيجما مجموع كل الكلام ده، وتقوم جاي قاسم الكلام ده على معاير المرونه اللي اسمه ايه، تحصل على الدلتا المطلوبه اللي انت عايزها، تمام. طيب الكلام ده بيبقى احيانا تنفيذه صعب شويه والوقت الامتحان لا يسمح، فاحيانا بنسهل لك الموضوع كالاتي: احيانا بنقوم جايين قايل لك مثلا الاريا بتاعت جميع الاضلاع ثابته، الاريا كونستانت، يبقى دي ممكن توفرها ما تعملهاش عمود في المساله، وساعتها لا داعي برضو للعمود الا على الاريا، مجرد بس هتضرب ان نوت في ان 1 في ال، وفي الاخر خالص تبقى تقسم المساله بتاع الناتج بتاعك على الاي اي بتاعت المساله. احيانا تانيه بنيجي نقول لك ان ال ال على الاي اي كونستانت لكل الاضلاع، تمام، يعني ده للتسهيل طبعا، دي حالة نادرة شوية بس ده للتسهيل. ساعتها يبقى ممكن ما اعملش كل العمدان دي كلها، مجرد برص ان نوت وان 1 وان نوت في ان 1 فقط، واخد الرقم ده في الاخر واقوم جاي اسمه على ال L على ال E A كونستانت اللي هو اعطيها لي في المسألة. عظيم جدا،
ما تنساش ان الكلام ده بيتعوض بالاشارات، بفكرك بالاشارات. اذا كانت القوه تنشن دي بتتاخد بوزيتيف، اذا كانت كومبريشن نيجاتيف. واعرف تنشن او كومبريشن منين؟ السهم خارج من الوصله تبقى تنشن، السهم داخل على الوصله يبقى كومبريشن. تعال ناخد مساله كده، المساله دي ترس وانطوط خالص، هتلاحظ انه ترس وانطوط بس هعطي فيه كام ضلع. بص 2 3 4 5 6 7 8 9 9 اضلاع، يعني مع انه الطاس صغير خالص. فالراجل طلب مني واي اي، احسب الحركه الازاحه الراسيه عند نقطه اي اللي هي طرف المنشأ ده، اتش سي الازاحه الافقيه، دلتا سي بي ريلاتيف الازاحه النسبيه بين سي وبي، واعطاني اي اي على ال كونستانت ب 10000 طن على المتر، كونستانت فور اول ممبرز. ممكن النموذج اللي حضرتك شايفه لهذا المنشأ يعتبر تبسيط حاجه بسيطه جدا لحاجه زي الاوناش اللي حضرتك بتشوفها على البحر، اللي بتشيل البلوكات الكبيره بتاعت الخرسانه عشان حواجز الامواج. ده تبسيط بسيط عشان تبقى فاهم معنى المنشأ اللي انت بتتعامل معاه ده. الابعاد طبعا الافقيه 3 و6، الراسيه 3 و4. طبعا اول خطوه من خطوات انك لازم تحسب جميع القوى في جميع الاضلاع. اسهل حاجه عشان تعمل جميع القوى في جميع الاضلاع ان حضرتك ترسم لي الفريم رسمه كبيره جدا، سوري التراس اسف، رسمه كبيره جدا كده، كبيره واضحه عشان تقدر تحط عليها اتزان القوى. اتزان القوى عشان تبقى هذه الحاله هي كيس نوت، يعني بتحط جميع القوى في جميع الاضلاع على نفس التراس وبتخلص، بدل ما تعمل معادلات خارجيه وتدوخ نفسك وتطول الموضوع على الفاضي. زي ما حضرتك فاكر برضو انا اول خطوه بجيبها هي الرياكشنز، فلازم اجيب طبعا الرياكشنز الاول. تاني بعد خطوه بعد كده ان انا ببدا اعمل اتزان للوصلات التي تحتوي على مجهولين او اقل، لان ما ينفعش ابتدي بوصله فيها ثلاثة. فالحل الوحيد قدامك يا اما تبتدي بالوصله اي يا اما تبتدي بالوصله بي، اللي يريحك، بس بشرط هتثبتها عشان تبقى مشيت على نفس الاتجاه او نفس المسار لكل الحالات اللي بعد كده. فليكن انا ابتدي بالوصله اي اهي، فابتدي بالوصله اي، ما تفرضش فروض، حط على طول الاتجاهات الحقيقيه. فعندي هنا 2 نازل، 2 طن نازل، فبسيجما واي الضلع المايل ده له مركبه راسيه ومركبه افقيه، والافق ده مركبه قوه افقيه فقط. فاتنين نازل يبقى على طول بسيجما واي بالنظر في هنا 2 طالع. طب ليه ابتديت بسيجما واي؟ لان الاتجاه اكس فيه مجهولين، مركبه الضلع ده والقوه دي. فابتديت بسيجما واي 2 يديني هنا 2 طالع، من خلال المركبة الرأسية دي قدرت أحسب المركبة الأفقية اللي هي 4. إزاي؟ عشان برضو تبقى فاهم، رغم إن إحنا قلناها الترم الأولاني، بستخدم العلاقة بين مثلث الميول ومثلث القوة. العلاقة دي مهمة جدا، هتفهمك إيه الموضوع. حضرتك فاكر مثلث القوة؟ لو مثلث القوة المركبة الأفقية إكس، الرأسية واي، المايلة إف. مثلث الميول المركبة الأفقية المسقط الأفقي سوري اتش، الرأسي في، المايل ال، الطول المايل ال. فالعلاقة إن القوة المايلة اف على الطول المايل ال تساوي المركبة الرأسية واي على المسقط الرأسي في تساوي المركبة الأفقية اكس على المسقط الأفقي اتش. بمعنى إن لو حضرتك جبت المركبة 2 تقوم قاسم 2 اللي هي المسقط القوة الرأسية المركبة الرأسية 2 على 3 هتساوي اكس اللي هي الأفقية اللي هنا دي على الأفقي 6. هتقدر تجيب المسقط اكس المركبة اكس، وتقدر كمان بنفس العلاقة أو تجيب بالفيثاغورس بقى تقدر تجيب لي المايل. واحد أشطر شوية يقول لي ده أنا شايف إن المسقط الرأسي نص الأفقي، يبقى الأفقي بمعنى تاني ضعف الرأسي، فأنت جبت المركبة الرأسية تقدر على طول تجيب الأفقية ضعفها مباشرة. بعد كده تقوم جاي لسه ما خلصتش الوصلة، تقوم جاي وعرفت طبعا المركبات دي اعطيتك قوة شد، تقوم أخد سيجما إكس بيساوي صفر، 4 شمال يبقى دي 4 يمين. خلاص عرفت كده الاتجاهات بتاعت الوصلة دي في الأضلاع المشتركة فيها، تاخد ده تعكسه وتاخد ده تعكسه من الناحية التانية. كده المسار اللي اتفتح لك ايه بعد الحكايه ديت؟ عرفت الضلعين دول؟ خلاص ابدا بقى اسال نفسك الوصله دي فاضل فيها 2 لان واحد منهم اتعرف، انما دي فاضل فيها لسه 4 مع ان واحد اتعرف انها كانت 5 مجاهيل. يبقى انا لسه ما اقدرش احل دلوقتي غير اف. هلعب نفس اللعبه تاني بس مش شرط لازم ابتدي دايما بواي. في حالتنا ديت لو حضرتك جيت فكرت ده مايل له مركبتين وده راسي،
حضرتك هتبتدي الأول سيجما إكس في حالتنا دي، لأن إكس هو اللي فيه مجهول واحد بس بتاع الضلع اللي على اليسار ده. من إكس تجيب الواي، وبسيجما واي تجيب المركبة أو القوة اللي في الضلع ده. جبت الاتنين دول اطمنت، انقل الناحية التانية، انقل ده هنا وانقل ده هنا. بعد كده هتلاقي المسار فتح لك الوصلة سي، بعد كده هتلاقي الوصلة دي، بعد كده الوصلة ايه، بعد كده الوصلة بي أو بي، وبعد كده ايه. أنا مشيت في الآخر بي وبعد كده ايه، وفي الآخر عملت تشيك لقيت الوصلة ايه متزنة مظبوطة. ده يطمنك ان شغلك كده صح، ان سيجما اكس صح بتساوي صفر وسيجما واي بتساوي صفر. انت كده حليت الترس وجبت جميع القوة في جميع الأعضاء، ان النود صح. في ناس للأسف بيغلط غلطة شديدة جدا، بياخد عن وبيعمل اتزان الوصلة بي، بيصعب عليه الضلع دوت انه لوحده كده قام جاي حاطط التلاتة طن هنا، ويقول لي يبقى الضلع ده مضغوط 3 طن. ولما يلاقي هنا مفيش حاجة تصد مع التلاتة طن بتعمل له اتزان، يقوم جاي حاطط له 3 طن من عنده. كلام فارغ طبعا، وده معناه انه محلش حاجة بإيده ومش فاهم حاجة، لأن حضرتك لما تعمل اتزان للوصلة دي مفيش حاجة هنا قوة أفقية، فبسيجما إكس ده بصفر. تمام، خلي بالك من الحاجات دي. ده بالنسبة لإن نوت. بعد كده هو عايز اتش أو سوري واي إي، فأعيد نفس الكلام تاني زي ما حضرتك شايف كده، وهشيل كل الاحمال الاصليه من على المنشا، من على الاستراكشر التراس، واقوم جاي حاطط قوه افق راسيه هنا بتساوي كام الوحده، وهقعد احل بنفس الطريقه بنفس المسار تاني، اجيب الاضلاع واحد واحد كده وانقل على وصله وصله، واعمل على اخر واحده تشيك زي ما اتفقنا، وكل القوه معموله عند حضرتك. حضرتك وانت بتذاكر المحاضره ما تكسلش، خد الكلام ده ارسمه انت فاضي وحط الحمل واقعد انت حلها بايدك، ما تعتمدش ان انت شايف الارقام جاهزة على المحاضرة. ارجوك الكلام ده عشان خاطر حضرتك تستفيد. جبت الواي اي، المفروض بعد كده ادخل في الجدول على طول عشان اجيب الواي اي، ولكن نصيحتي ان حضرتك خلص كل الحالات الاول، لان دماغك دلوقتي مركزة في حل التراس. خلصت حل التراس انقل بعد كده على الجدول، الموضوع بسيط بس تنظمه انت. بعد كده الإزاحة اللي بعد كده طلب مني الـ H اللي هي الـ HC، أجي أحط حمل مقدار الواحدة عند نقطة C أفقي، وأحل تاني بنفس الترتيب حتى أكتشف إن الوصلة دي ثنائية وغير محملة، هتديني القوة دي بصفر في هذه الممبرز، وبعدين أنقل على دي هلاقيها بقت ثنائية رغم إنها ثلاثية، بس في واحد صفر، بقت ثنائية وغير محملة كمان، فاضل فيها ضلعين بقوا الاتنين صفار، هنقل على دي، وهكذا لحد ما تجيب جميع القوى في جميع الأضلاع N1 بتاعت الحالة بتاعت حساب HC. آخر واحدة هي الدلتا ريلاتيف سي بي ريلاتيف، اللي حضرتك عارف ان احنا بنعمل ايه، بنيجي نحط قوتين قد بعض وعكس بعض في اتجاه الخط الواصل بين النقطتين المطلوبين، اللي هي الواحد والواحد. طبعا الواحد والواحد دول مايلين، لازم احلل القوة اهي. المفروض لو انت مشيت بالسيستم العادي هتحلها هتطلع لك القوة اللي على الرسم، ولكن في طريقة سريعة جدا للتسهيل في حالة مطلوب relative displacement في باكية زي ما حضرتك شايف كده، باكية closed كده. فنقول لك شوية كومنتس كده حضرتك تسهل بيها هذه الحالة. اول كومنتس، اي قوة او اي ممبرز خارج هذه الباكية كلهم صفار زي ما حضرتك شايف، ده وده وده وده، والرياكشنز كمان كلهم طالعين صفار. اي قوة او اي رياكشنز خارج هذه الباكية صفار. الحاجة التانية، الاربع قوة اللي على المحيط بتاع البريمتر كده بتاع الباكية، الاربع قوة دول بيبقوا اشارتهم عكس الفرد اللي انت فرضه، لان الواحد طن ده انت حاطه فرد طبعا، تمام، عكس الفرد، يعني الاربعة دول هيطلعوا ضغط، وكل اتنين قصاد بعض، دي الحاجة التالتة بقى، بيساووا بعض، كل اتنين قصاد بعض بيساووا بعض. ولو حضرتك ده كانت باكية مربعة يبقوا الأربعة بيساووا بعض، وكل اتنين قصاد بعض بيساوي قيمة المركبة المناظرة لها، يعني الأفقيين ياخدوا المركبة الأفقية، الرأسيين ياخدوا المركبة الرأسية. دي للتسهيل كتير في طريقة الحل. آخر حاجة، إن الضلع المايل هيساوي المايل اللي حضرتك فرضه هنا نفس القيمة ونفس الاتجاه، يعني لو ده واحد هيطلع ده واحد. دي نوتس كده للتسهيل، لكن لو حضرتك عايز تحلها بالتفصيل مفيش مشكلة خالص. خلصت الكلام ده كله، الثلاث حالات زائد ان نوت، اقوم جاي عامل جدول مسطره بهذه الطريقة.
هذا الجدول حضرتك هتيجي بتسطره منبر، انا حتى تلاقيني رصيت الاول الافقي وبعدين الرأسي وبعدين المايل، تمام. ان نوت اهم رصيتهم باشاراتهم، حضرتك لازم تعمل ده بايديك، ما تعتمدش ان انت شايفه دلوقتي في الصورة كلام جميل جدا لكن مش هتعرف تنفذه، لازم تنفذه بايديك. بعد كده لكل حركة زي ما حضرتك شايف كده، زي ما اتفقت معاك، بتعمل عمودين، عمود ان 1 وعمود ان نوت في ان 1، لان هو قال لي اي اي على ال ثابته لهذا التراس. الحركة الثانية ان 1 وان نوت، ان نوت ان 1، الحركة الثالثة ان 1 وان نوت ان 1. في كل مرة بجيب مجموع فقط سيجما فقط للخانة بتاعت ان نوت ان 1، ولا داعي لأي سيجما تانية ملهاش معنى، دول بس. يبقى معنى الكلام ده ان الواي اي بتساوي سيجما ان نوت ان 1 ال على الاي اي، يعني بتساوي الرقم ده اهو اخده احطه هنا على اي اي على ال، تمام، او في ال على اي اي، اكنها بالظبط على اي اي على ال اللي هي على ال 10000، لانه عطاني ال على اي اي هي ال 10000، فانت هنا بتقوم اخد المقلوب بتاعها طبعا على حسب هو عطيها لك ازاي في المساله، تمام. طلعت 6.8 في 10 اس ناقص 3 متر بوزيتيف، معناها انها الاسفل ومعناها انها طبعا وحداتها متر. وزي ما قلت لك لو سبتها لي موجب 68 على الاي اي على ال على طول، ما عوضتش بالاي على ال، مش هنقول لك لا، المهم عندي القيمه دي، تمام. الحركه الثانيه اتش سي برضو نفس الكلام، هاخد الرقم ده اقوم جاي معوض بيه في المعادله بتاعته، طلعت موجب، يبقى فعلا الحركه للشمال زي ما انا كنت متخيل. اخر حاجه اللي هي الدلتا ريلاتيف طلعت سالبه، فهتطلع سالب يعني عكس الفرض، معناها النقطتين دول مش هيقربوا من بعض زي ما انا كنت متخيل، لا هيبعدوا عن بعض، والوحده طبعا بتاعتهم اليونتس بتاعتهم متر. كده يبقى احنا اتعلمنا ازاي احل طريقه الفيرتشوال وورك في منشات زي الشبكيات والارشز النهارده. ده بعد كده هناخد مثال، ده كان جاي في زمان في فكره كده ظريفه في امتحان، فكره سريعه وسهله. كان اعطاني تراس فاضي خالص ما عندوش غير قوه واحده بس اسمها 12 طن عند نقطه سي، قوه واحده فقط في التراس، وقال لي احسب الحركه الراسيه عند نقطه سي نتيجه حمل مقداره الوحده، سوري، نتيجه حمل مركز مقداره 12 طن، واعطاني الاي والاي. الاي والاي مجرد حضرتك هتضربهم في بعض هتجيب قيمة الاي اي. فحضرتك هتعمل ايه؟ اول حاجة هتلاحظ ان التراس دوت متماثل، عظيم جدا، يبقى انا ممكن اخد نص حل الاضلاع اللي في النص بس، واعمل الجدول للنص بس، واضرب بعد كده القيمة اللي هتطلع في اتنين. بس هيقابلني مشكلة صغيرة، الضلع ده ازاي اخد نصه؟ الضلع ده انا هحطه في الجدول زي ما هتشوف في الاخر خالص كده، بس هاخد نص قيمة حاصل الضرب بتاع ان نوت ان 1 ال، تلاحظ ان انا اخد ده نصه على 2، في حالتنا دي كان بصفر عشان ما يعمليش لخبطة، ولكن انا بفهمك الفكرة لو كانت القيمة فيه القوة فيه لها قيمة معينة. فهنحل النص وبعدين ابقى اضرب في الاخر في 2، ده نمرة واحد. نمرة 2، انت لما بعد ما تخلص حل هتكتشف بعد كده عشان تيجي تشيل الاحمال وتحط الوحدة، هتكتشف حاجة جميلة جدا، ان عشان اشيل الاحمال كلها واحط الوحدة عند مكان سي اللي هو نفس مكان الحمل الاصلي، فهتلاقي نفسك اكنك بتعيد هي ان نوت بس بقيمة مقدارها واحد. فممكن للتسهيل اقول ان ان 1 اللي هي حالة ان 1 ديت هي عبارة عن ان نوت بس مقسومة على 12 اللي هو قيمة الحمل الاصلي، لو قسمت ده على 12 يديك حالة ال N1، تمام؟ دي موضوع بسيط جدا، وتيجي تستنتج من دي بدون حتى ما ترسمها ولا بدون ما تحسبها تاني. كل اللي حضرتك هتعمله ممكن في الجدول تقوم جاي خانة لل L لأنه ما طانيش ال L ثابتة، خانة لل N نوت، خانة N1 اللي هي N نوت على 12، وممكن ما تكتبهاش بالمناسبة، يعني ممكن توفر العمود ده كمان، تمام؟ وبعدين تضرب N نوت N1 L. اللي هي اكنها ان نوت تربيع ال على 12، تمام. فممكن تاخد الرقم اللي يطلع في الاخر ده وتقوم قاسمه على 12 للتسهيل بدل ما تعمل عمود تاني. خدت القيمه اللي طلعت بتاعه النص زي ما اتفقنا، ضربتها في 2 نتيجه التماثل، وحسبت الازاحه اللي هو طلبها. في ناس كتير بقى جبنا لهم مساله مشابهه في سنه من السنين، اتخموا، اعطيت حمل عند الاربعه اعلم لك عليها ايه، واعطيت حمل عند السي، واعطيت حمل عند الخمسة، تمام؟ برضو
وطلبت منه الحركة الرأسية عند نقطة سي. هو للأسف الناس بتحفظ مش بتذاكر كويس، فجاء عمل ايه؟ حل ان نوت وقسم ان نوت على القوة اللي عند السي. لا غلط غلط. اللي خلاني في الحالة ديت جبت ان 1 بتساوي ان نوت على 12، ان نوت ما كانش فيها غير حمل بس لوحده اللي هو ال 12 طن في المسألة. ده اللي خلاني استنتجت ان 1 من ان نوت. فراعي قوي الكلام ده، ما تبقاش حافظ بدون تفكير. المثال الاخير ده انا هسيبه لك حضرتك اللي تذاكره لوحدك، ده مثال 3 هنجد فريم كده. يبقى مع حضرتك امثله على الفريمز تراسز ارشز. نشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه على خير، وربنا يحفظكم جميعا. السلام عليكم.